مشاهدين شوفوا نوتة هذه اللي بقى شادت ليا اليوم حيت انا عندي شي خدمه. شوفوا شنو دار ليها، حبسات معايا هو العرس. هي مسكينه كتفرج، دير ليها الطابلوت فوق الطبله كتفرج وتشطح مع المخيات. شكيدير لها بنتي، هي كتشطح فرجي كتستعيط على الطاية، ضربة لي بعد الطاية، ضربة لي بعد كتستعيط، فرجي كتستعيط. أنا بليل والله ما كنت بغيت دير ليها هكا، كي خصها تتحرك وتعوض. صايب واحد الحاجه اللي كتحمق عليها ماما وعادي حتى هو شحال هادي، بغيتي تقول لي صايب علينا صايب علينا صايب علينا. اليوم غنصايبو رقائق دوريتوس، انا غنخليكم صورتهم هنايا. المهم هاد الرقائق هادو ديال دوريتوس غنصايبهم يما في الدار، شحال مره كناخذو شي حاجه من برا. ماما كتحمق عليهم كيعجبوها، قالت لك حارين قرمشي وكناخذوهم من برا ما كنعرفوهمش باش مصايبين، ما كنعرفوش المكونات اللي فيهم، فيهم مواد حافظه، فيهم لي برودوي شيميك بزاف، علاش ما نصايبوهمش في الدار ونديروهم صحيين ونعرفوا شنو كنديروا فيهم. وحاجه اللي طيبتها بيديك وشتيها بعينيك احسن من اللي ما شفتيهاش. الوغ غنحتاجو المقادير زوينين، ما قلت لك بنينين كيحمقوا. المقادير اللي غنحتاجو مقادير موجوده في كل بيت مغربي، ما كاينش شي حاجه دواو، ما كاينش شي حاجه اللي ما غتلقاوهاش، ما كاينش شي حاجه اللي ماشي في استطاعه الجميع. بحال ديما الوصفات اللي كندير انا ما كنديرش شي حاجه اللي غنحتاج فيها شي حاجه، كاينه في الاسواق التجاريه الكبرى لاختي كنديروا داكشي اللي غتلقاي عند المنحنت حدا الباب. المهم غندوز معكم المكونات، مكونات جد بسيطه غنصايب لكم بحال هكا باش يبان لكم المكونات. مكونات جد بسيطه، عندي هنايا كاس كبير، كاس كبير يعني غرف ماشي كاس العلبه، ديال الطحين ديال الطرا، نفس الكاس ديال الطحين فورس، ملح تقريبا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال التحميره ولا الفلفله حمراء، عندي ربع معلقه صغيره ديال الكركم مطحون على اليد، بعد ما خلطنا النواشف كامله مع بعضياتها تتجانست غادي نزيد جوج معالق ديال الزيت، زيت نباتيه، وغادي نحاول نرمل العجينه بهذاك الزيت. ربع هذا الكاس الكبير ديال شريب الماء، ما
هاد العجينه دابا غادي نحاول نخدمها مزيان فوق البوطاجي هكا. العجينه ديالنا احتاجت على هذا الشكل، هذا هي كتبان لكم ولات ملسه وراه غادي ترطب. من بعد غادي نخليوها دابا ترتاح واحد ربع ساعه هكا في السلوفان على جنب هنايا، نعاودو نتلاقاو من بعد ربع ساعه. احبابي من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا ربع ساعه كيف ما قلت لكم هي دي، دابا غادي نحط عندي هنايا شويه ديال الطحين والجلال وهاد الزراره هادي، وغادي نبداو نسرحوا العجينه ديالنا على سطح العمل. غنرش واحد شويه ديال الطحين باش ما تلتصقش ليا. ديجا دايره هنا الزيت، غنخليه كيف ما قلت لكم يغلي مزيان، وغادي نبدا نقلي في هذوك المثلثات ديالي ديال الدوريتوس اللي صايبت. دابا غادي نبدا نحطهم في الزيت كيف ما كتشوفوا الزيت راه غلا، غادي نبدا نحط غير بشويه بشويه. اليوم بقينا بلا فطور، تخيلوا انا باقا تنصوب هنايا ما شفتش ما كان الساعه هذه الساعه، انا راه جاي من الخدمه، الساعه دي جاي معطل من الخدمه، مازال ما درنا لا فطور لا والو. اليوم كنت طاجين شنو غدير؟ البصله غدير زميته وبصيله هي اللول. البصيله وزيتها غادي نشارك معكم، واخا صراحه تعطلنا هنا عندي بطاطا محكوكه، عندي فلفل محكوك وعندي ربيع، غادي نخلطهم مع الكفته كاملين كاملين بيهم باش غيعطيني كويرات الحاجه ديالهم لا باس به. المهم طفيت على الزيت، تم بعد هذا كنمد الطوب ديالي صراحه ما يمكنش لي الفطور هو اللي مهم ونمشي لكم الدوريطو. واه كيزو هانتوما يلاه الطاجين كيطيب، قولكم شتو الطاجين كيطيب مع السبعه المغرب بقى فيه ثلث ساعه ولا ربع ساعه. ايوا انت اللي تعطلتي. هذه الزبده هي الاولى. الزبده شحال معلقه؟ اه هكا؟ اه صافي. دير خيزتو دابا ودير مليحه الدار والبصويا شويه الحامض صافي. فطورنا جوج ونص كانو ضريوس اليوم، حيتاش كنتسناه قال لكم شي طاجين الكفته، كنتسنى زعما تيجي معايا الكفته عاد نصايب. بقات وجده غير الحريره والفريك راه هو كيطيب، والباقي كنا كنسيو السي سي بي. هذا تميت غادي وهي وهي تشد الخلع ما تيتشوف. هانتوما اللي مو قطع طون قطع الماء يا لطيف. درتي الحار ربيع درتي بعدا ملحه وزار بزاف كيما هما هما الحاجة كيتقبلو عاد ديك المكملات كنديرو الأساسيات هما الأولين عاد ديك الكلمات. اليوم درنا خبيزة ديال الزنجلان هانتوما خبزة ديال الزنجلان. ايه خبيزة ديال الزنجلان هاي 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 هاي. اليوم في راسك اليوم راه صاحبي عطاني حليب جلس حدا تا حنا في البقرة وقلت الله يكثر خيرو. الطاجين هو كيطيب يلاه يا ربي يا ربي نجيبوه في الوقت. الفنيكيجي ديالي فاقد، شكون اللي فايق منها؟ شوف 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 شوف
شوف شكون اللي فايق من الناس، قال لهم صباح الخير. اش من صباح الخير المغرب غير ودن صباح الخير. نتوما فطورنا قبل من الطاجين، الطاجين مازال ما طابش عادي طلع لي الدم، وانت اللي تعطلتي. هاي الخبيزه ديالي بزنجلان، حليبه ديال البقيره من البقيره اللي عندنا تبارك الله. قالك تسنى صاحبو حتى حلب البقره وجاب الحليب. قلت جالس حدا كنت غادي واعي انا داك خيزو اللي صايب عادل وشبكيه. قال لي دير الحليب فريت والتمر. قلت له راه تعطلت. قال لي واه غير ما كياكلو حتى شي واحد. حطينا هي دخلنا عليك بالله اللي انت حاطه الطاجين. شوف 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 الدخان طالع منه. انت اللي تعطلتي ما شفتيش في الوقت. شوف شوف الدخان طالع منه عندك. قلت له عادي لا تجيب الكفته نحولو عليك نصايبو طاجين. انت باغا طيبينها انت يا ماشي انا. ثلاث بيرسون ما كنصايبوش بزاف الحاجات، شويه شويه من كل حاجه. قال لي صافي واخا نجيبها معايا. السيد خرج من الخدمه مع 3:30. شناهي؟ مع اش خرجتي؟ مع 5:30. ويلي تعطلتي لها الطريقه. المهم تعطل في الخدمه ما نقولوش هذه الخدمه. ولا جزتي عند صحابك؟ شنو صحابك؟ مشيتي جبتي الحليب. مو الحليب راه حدا الخدمة، صاحبي راه حدا الخدمة، كنتي عارفة حدا الخدمة. المهم مابقاش تكوتو كوتو حتى نموتو. لا لا ماشي. ما دخل عندي للدار في 6:38 دقيقة. تخيلوا الطاجين 40 دقيقة بحال أنا كنصايب فيه. أنا اللي صايبتها صايبتي أنا اللي شكون اللي فرش البصلة؟ وشكون اللي كور الكفتة؟ شكون اللي فرشها؟ شكون اللي دار الملحة؟ شكون اللي دار الملحة؟ أنت اللي درتي الملحة؟ جاوبي. انا عاوتينا ما عند ما غسلات الماكينه. لا داك الفيلم ديال شكون غسل المعنات انا. المهم احبابي تقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال والقيام والصيام وسائر الاعمال ان شاء الله. بغيتي ندوز هنا زوينه. هنايا عندي دايره معلقه د الملحه، معلقه د البزار، ومعلقه ديال السودانيه ولا فلفل حمرا حاره مطحونه. وهنايا عندي الدوريتو ديالي ها هما هنايا. غادي نخوي هذاك الخليط كله هنايا بحال هكا مع البلاستيكة. غادي نحاول ندخل واحد شوية القهوة معاه ونخلي الباز ونسيب الحركة وغنحرك. مع واد دوريتوس ديالنا ماما كي جات؟ زوين كليتي؟ هانتوما كيفاش جات؟ فيهم اللي مقرمشين وفيهم اللي الله حيدناهم من البوطه. داكشي اش باقي نرطب هو تيبرد. شوفوا القرمشه هانتوما.